وها انا كديري لاباس عليكم؟ صحيح لاباس؟ كله تمام؟ توحشتوني لا توحشتكم انا بعدا. شوفوا اليوم بدلت عليا دابا حويجي وفكرت في واحد الحاجه كطلبوها مني هكذا بزاف. شوفوا الناس تقريبا الناس اللي ما مولفينش مولفين بالفطور تقريبا خصو يكون فيه الخبز بهذا المفهوم. ما الخبز يكون هكذايا صحي ومغذي وكيشبع، يعني ساعات خصوصا الناس اللي كيخرجوا هكذايا الخدمه ولا اللي عندهم هكذايا النهار طويل بزاف، يقضيو اشغال ويقضيو بزاف ديال الحوايج. يعني ملي كتفطر فطور مزيان كيبقى شاد لك سويع كثار مكرشك، يعني الجامي هضمو وجم بزاف ديال الحوايج. المهم في بلاصه هذاك كونفليكس والشوفان كيقول لك يجينا ثقيله كنفطر به وما متعودينش وهذه. المهم انا جبت لكم واحد الوصفه وماشي هي اللي غتكون، ماشي اول وحده وماشي اخر وحده، غنجيب لكم تقريبا الخبز الدنماركي على الاشكال. وعدتكم ومازال عند الوعد ديالي، واكيد مره هكا كنتفكر اي حاجه كتجيني هكذا ببالي ولا شي وصفه هكذا يا شفتها وجاتني سهله وسريعه ديك غتقاسمها معكم، ما غاديش ننساكم. غنطلع دابا للكوزينه قبل ما تظلم عليا ولا يظلم الحال على الكاميرا هكذا. نطلع دغيا نصوب، حيت ساهله البنات، تقريبا راه مكون واحد تزيدوا فيه شي حاجه بسيطه وخبز ولا اروع. تشكروا زيكا عليه بزاف. يلا نطلع للكوزينه. صافي شكرا الزين ديالي ماما سفيان سخرتو باش جاب ليا ميسلي، هو اللي غادي نصوبوا به الخبز او ميسلي. البنات كلشي كيعرف ميسلي، ياك ميسلي هذا غتفطرو بيه؟ لا، هذا غنصوبو بيه دابا خبز. هذه فيها كيلو بالفواكه الجافة، فيها بنان وفيها نوازيت وفيها الزبيب وفيها الشوفان وفيها المهم انا ما قريتش دابا هنايا. المهم ما عليناش، هادشي اللي بان ليا. فيمكن هذه بالضبط هذه عندهم وقع جوج ديال الانواع، كاين اللي فيها الزبيب هكذا بزاف وفيها اللوز وفيها القرقاع يمكن، وكاينه هذه والله ما عقلت. المهم زيكا عارفينها. المهم هذا هو الخبز ديالنا، غادي يكون ميسلي واعر البنات. غتشوفوا معايا الطريقه سهله وسريعه، وهذه فيها تقريبا البنات فيها كيلو، وهو اللي غادي نستعملوه دابا كله. يلا هاجيو معايا صوبوا الطريقه بتاعتها. كل ما كتخاف في صوتك كيما اميره يا صاحبه تاع البيت سدين عليا. ممكن انت واحد فينا، انا ديبا ماشي ناعسه وقيلا مشات تخشات في نموسيه بابيرو شتو في ناعسه، كاين انت واحد سفيان الحراجه دابا طلع البيصه ديالو. يلا غنصوب لكم قبل ما يظلم عليا هكذا الحال، دغيا غنوجدو ونخليوه هكذا غير يخمر شويه صافي يكون الخبز عندنا جاهز. طبيعة الحال ماشي بالضروري هذا الميسلي هذا اللي استعملته هو اللي ديروه، راه كاينين فيه من الاشكال والانواع. خديت هنا كيلو كامل، غناخذ هنايا حبوب ديال الشيا تقريبا شي 50 غرام هكذا، غادي نضيفوها هنايا على الميسلي. وخديت هنايا الشوفان كذلك شي 50 هنايا غرام طحنته، وغادي نضيفو هكذايا عليه غير باش نجمعو هكا حتى نضيف شويه. وغناخذ هنا بقى لي غير واحد شويه، مابقاش ليه بزاف، شويه ديال الزيت شي جوج نقولوا هكا جوج معلقات هكذا كبارين ولا ثلاثه هكذا غنضيفهم هكا صافي باي بحال هكذا تقريبا. هكا ديال الملح ما غاديش نساوها، وما غنزيدو لا خميره لا حتى شي حاجه. غادي نخلط دابا هكذا الخليط هكذا كله البنات، راه ساهل ساهل الخبز بزاف. نخلط وغادي نبدا هكا كنجمعو بالماء، تقريبا غادي نحتاج في المجموع شي اطرو هكذايا ديال الماء. غنبقى هكا كنضيف شويه بشويه تيتجمع عندي هكذايا الخليط. هنايا على حساب النوعيه هكا ديال الميسلي، انا هنايا درت اطرو ديال الماء فيه، حيت عارفه هاد النوعيه هاد شحال كتشرب ديال الماء، ما حدي كنخوي وانا كنعرف شحال كيحتاج ديال الماء، حيت كيتنفخ وغير بشويه تيتخلط عندنا ويتجمع هكذايا الراس. هنا حيت درت هنايا كيلو يعني كميه كبيره، اللي غادي يدير مثلا غير نص كيلو ديال الميسلي يعني تقسموا المقادير، تاخذوا غير هذاك المول ديال الحلوى هذاك الطويل باش يجيكم هكا الفورم ديالو، زعما مني تحطوه فيه
يجيكم هكا مزيان ومربع ومقاد، ما محتاجينش تبقاو تقادوا وتزوقوا هكذا فيه. خديت هنايا الميسلي هكا شويه، ضروري ما نفرشوا هكذايا من التحت، وحطيت دابا قسمت هذيك الخلطه ولا هذيك العجين قسمتهم على قسمتها على جوج، باش نديرو هكذايا كبير بزاف نديرو غير هكذايا صغير، كيجي في التقطاع هكذا حلو، وحتى لو بغيتي تضيفي عليه اي حاجه كيجي هكذايا زوين. صافا نزوقو هكا بميسلي اللي احتفظت بها كملني. تبغيو ضروري تاخذوا شي نص كاسه كتحيدو اول ما قبل ما تعجنوه، خذوا منه نص كاسه كحيدوه هكذايا على جنب باش تزوقوا به هكذايا من الفوق. صافا كنبقى كنقد، انا درت غير هكا اللي ما عندوش، درت لكم غير بايدي، يعني نتوما تفورميوه زعما ديروا كيما بغيتوا، ما ماشي بالضروره بحالي، من الاكثريه كيتباعوا بحال هكا، داكشي عشان درت لكم تقريبا الفورم ديالهم. من الاغلبيه كيديروه في هذيك ديال الحلوه الطويله صافي، باش كيجي هكذاك الشكل ديالهم على شكل مستطيل هكا كبير، وكتقطعي هكا بطروفه كيجيو هكذايا كبارين، كيجيو زويونين هكا في المنظر. غندخلو دابا الفران، وما غاديش نجهد عليه العافيه باش يطيب ليا هكذايا من الداخل، ماشي يتحمر الزريعه وداكشي يتحمر من برا ويبقى من الداخل خضر. غنقص عليه، غنديرو تقريبا في 160 درجه حراره. عرفتي كنت غادي نطيب الدجاج وغنوريكم واحد الاكله على السريع، كنت غندير بها نديرها ببرغل، وبرغل كنطيبو هكا بشويه ديال المعدنوس او كيجي حال بنين، ونصوب واحد الماكله ديال الدجاج. ساعه يونس سبقني هو اللي قال لي غادي نطيب دغيا دغيا غادي حضر الماكله، والماكله اللي غادي يوجدها يونس هي نفسها الزينه الغزالات ديال الله اللي وريتها لكم في انستغرام، كنت نزلتها لكم فيكم واحد الطبق وقلت لكم راه يونس اللي مطيب، واحد الحلوه حتى هي غنوعدكم بها، وريتها لكم وطلبتوا عليها، قلت لكم راه اميره اللي صوبتها غزاله حلوه سهله سهله البنات والله الا سهله دغيا دغيا صوبتها. هي دابا نطلبها الا ما بغاش تصوبها نصوبها لكم انا. المهم غنشوف مع اميره حتى هي باش ننزلها لكم. المهم زوينه غادي تعجبكم، صوباتها بهذاك الفواكه الحمراء ودغيا دغيا عرفتي. المهم ما عليناش، الماكله اللي عجبتكم مهمه. يونس كيطيب دابا، غادي نطلع نصوره ونوريكم شنو كيدير هكا على السريع داكشي بالخف دغيا دغيا غادي نشدو. وهذا بغيت نوري البنات اللي مازال ما كنغبرش. البنات نتوما راه شرحت كل شيء للبنات على الانستغرام، وقلت لهم لي نوتيفيكاسيون ولا الاشعارات ما كتوصلوش بهم، راه البنات عرفوا السبب شنو هو. المهم الزينه ديالي الحاجه الوحيده اللي كطلبكم زيكا راه قلت للبنات ما كنعرفش نوح انا دابا بحال كنعطي ميساجات ما مفهوميش، ما كنعرفش نوح انا وبكي هكا في اليوتيوب داكشي. المهم باش الحاجه اللي ديروها ليا ولا اللي زيكا اللي كطلب محبي زيكا اللي ديروها هي ملي تشوفوا شي فيديو اكيد ملي يعجبكم. انا عارفاكم كتفرجوا في التلفازه، عارفه الاغلبيه ولا كيشوف اليوتيوب كيشوفوا في التلفازه وكينسى يرجع يدير لايك في التليفون. اوكي ما تنساونيش مني تفرجوا تسالي، ولا قبل ما تدخلوا تفرجوا متاكدين من زيكا كيما كتقولوا لي لايك وتعليق، وحنا باقي ما تفرجناش في الفيديو يخليكم ليا هادو اللي كيديروها. المهم ديروا لي اللايك الزينات وخليوا لي تعليق، اكثريه اللايكات اللي ما قدرتش تكتب تعليق لايك بركه عليك باش يبداو يطلعوا فيديوهات ويبداو الاشعارات هكا يخرجوا الناس اخرين. اوكي الزينات ديالي. المهم اللي ما عارفش القصه صحاب انستغرام ولا عارفين يلا الزينات ديالي نطلع دابا نوريكم ماذا يحضر ونشوف الخبز فين وصل. اوكي اللي كيطيب هنايا ما كياكلش الماكله ديالو كثر، كيطرى ليا يونس عارف اي حاجه كيصوبها ليا تناكل فيها، وكيصوب ليا الحاجه هكا اللي كتعجبني، وكيعرف ان هاد الفلفله بالضبط الشكل والنوعيه هادي بالضبط اللي كيطيبها كنحماق عليها تعجبني، وكيديرها ليا بالضبط انا كيحطها ليا في الطبق ديالي هكذايا كتكون كثيره. تشوفوا كيفاش كيدير ليها.
اختها هنايا بعدا الدجاجه ندير نقول لكم بصله شويه ديال الشامبينيون فلفله هكا خضره حاره شويه قطعها هكا طريفات صغار وستر ديال الدجاج قطعو بحال هكاك ودار دار العطريه الكوري ولا الكاري بطبيعه الحال والعطريه هكايا ديالنا وضاف شويه ديال الماء وغادي يخليها هكذايا كتغلي كتجي الصوص بعدا كيجي اكثر من رائع. قلت لكم شنو دار فيها هكايا بالضبط الفلفله غير هكا كتشوفوها قطعها فلفله حمراء وفلفله خضراء والبصله قطعها حتى هي هكا على شكل شرائح طول كيدير فيها هكا شويه بزار وملحه وشي تحميره هادشي اللي كيدير تتشحر بالزيت البلديه. خدا هنايا برغل وبطبيعه الحال هاد الماكينه اللي كنطيب فيها وهذه كندير بروغرام اللي غادي نحمر فيه برغل هو الاول زعما شويه ديال الزيت كنحمرو باش كيجي هكا رقيق والحب ديالو كيجي هكا ما كيجيش معجن ومن بعد كنبدل البروغرام ملي كيتحمر غير شويه هكا كيتحمر دغيا دغيا كتبدلي البروغرام باش غادي طيبيه صافي وكيضيف كيزيد عليه دابا يتسنى غير كيتشحر هكا تكوني واقفه عليه باش ما يتحرقش حيت الا خليتيه غادي تلقايه هكا تحمر وتش باش ما يتحرقش توقفي هكا عليه ودغيا دغيا تبدلي البروغرام تزيدي الماء وتخليها هكا يطيب. نو 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 نشوفو الخبز ديالنا في الوسط كنظن لا كنظن صافي ما غاديش نزيد لا ما غاديش نخليه هكا في الفران كثر صافي غادي نطفي عليه وبين ما برد غادي نمشي نتعشى وعاد غادي نرجع معاكم. ماكلتنا خفيفه يونس كيتشاور معايا على قبل الدراري حتى واحد ما باغي ياكل ما فيهمش الجوع راه حيت كل مره خارجين داخل كل ما كيهزوا الماكله حتى الدار قنطاتهم في الحقيقه كلشي تزاد في الوزن فهاد هاد الفتره هادي اللي حنا فيها هاتي راه مشكله وصافي. هذه هي الطريقه ديالتنا كنطيبو هكا سوا كنا في الدار ولا غنخرجوا ولا شي حاجه كنطيبو للدراري الماكله حتى اميره مع صاحبتها صافي كتكون كنحطو بهاد الطريقه وبهاد الشكل وكنحطو هكا على جنب في الكوزينه ولا كندخلو ليهم على حساب السويع ولا في الثلاجه ومني كيجيو كيسخنو ما كتكون لا روينه في الدار لا حتى شي حاجه حتى دوك الاطباق كيدخلوا الفرن من انا كنقدم فيهم وتا لا بغى يسخن الواحد كيسخن كيجيو حلوين في التقديم تفكروا مع البنات وشريوهم راه كيجيو غزالين تحطوهم هكذا في الطبيله وهداك الشيء وفي الفران كيدخلوا يعني كيستحملوا السخونيه كيجيو هكذا زوينين. ها يونس كيقول لي اجي نزلي تعشاو هكذا انا نحطوا الشكل ديال الطبق تعرف مختلف في الحطه وغادي نجلس نتعشى ونرجع بطبيعه الحال نكمل معاكم بما هكا برد الخبز ونطلع هكذايا نقطعو ونوريكم هكذايا النتيجه. بزاف اللي تعود هنايا غير كيسمع كلمه ديال الخبز كيقول لها غير صحي. لا هنايا انا مني جيت هنا شفت ما شاء الله الانواع ديال الخبز مختلفه على فرنسا كيش الباغيت وداكشي هنا راه الباغيت عندهم هكاك بالزرارع عرفتي راه ما تشبعوش منه وبالقمح وكاين ديال الزريعه ديال الكتان خبز ديال الحبوب الكامله والفواكه الجافه عرفتي واللوز والقرقاع والزبيب عرفتي بزاف ديال الحوايج هذيك بودور الشيا عرفتي تيصاوبوا الخبز ما نقدرش انواع ديال القمح شوفوا الشكل ديالو البنات كيفاش كيجي كيشهي كيشهي وغني بالفيتامينات لانه دابا بلا فورس بلا حتى شي حاجه يعني خالي من هذاك الكربوهيدرات غني بالبروتينات فيه بزاف ديال الحوايج زويونين كاين حتى الخبز هنا كيعجنوا بهذيك النخاله بزاف ديال الانواع ديال الخبز هنا النرويج السويد دنمارك معروفه بهذا الشيء بزاف ووعدتكم وكل مره غنبقى ندير لكم ما غنساكمش ما غنساكمش حيت الخبز زوين ومهم الناس صحاب الريجيم الناس اللي عندهم مشكله السكر الامراض بزاف ديال الحوايج زويون هذا الخبز كلشي اللي بغى يا وكيشبع كما قلت لكم والناس اللي باغين يفقدوا الوزن غير هكا تحسي بالجوع تاخذي غير طريف بركه عليك. اللي بغي الاضافه اللي بغي نزيدها لكم البنات بحال دابا اللي صاوب لي غير هو اللي غادي يفطر بهذا الشيء باش ما يضيعش لكم وباش ما يخسرش لكم اقترح عليكم كما كندير حتى انا ناخذ مثلا غير بجوج طروفو نديرهم هكا في صاشيه هكا صغيره
حطهم في الفريكو ونجبدهم هكا في الفطور هكا باش نفطر، وملي كتسخنيهم كيجيو لذات كثر غير بالزبده. البنات ما تشبعوش منهم نقول لكم، حيت هذا حنا عندنا راه كيما كنقول لكم، انا كنحاول ديما كنت غنريب الحفله، انا كنحاول البنات غير نوريكم، انا الاغلبيه كنشري الخبز، ان عندهم هنا الاشكال والانواع، ما كانوا حد زعما الخبز. انا كيعجبني انايا هاد الشكل ديال الميسلي والخبز كاع اللي بز انواع ديال الحبوب بزرع كل شيء، هذاك الخبز كيك زعما تيعجبني بزاف عندهم، عندهم انا معروفين بهذاك الشيء. عرفتي الطعم ديال الزبيب، عرفتي هو داير فيه ديك الحلاوه. المهم البنات الطريقه وريتها لكم وكل شيء درت معاكم، تقولي الزيكا فين هي لاكلاص كتهضري ديما ما كاين فوق المشكلة، كنهضر معاكم عادي صافي. يلا الزينات ديالي نكمل هادي بلاتي، يلا الزينات ديالي لهلا خطيكم عليا والله يكبر بكم، وما تنساوش فيما يعجبكم فيديو لايك 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 لايك، تفكروها البنات الله يكبر بكم والله ينور لي افكاركم ولهلا خطيكم عليا، بوسة لكم كاملين وغتقول لكم زيكا بالسلامة. سلامة زينة. Thank you.